بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. متابعينا الأعزاء، تتواصل هذه الانطلاقات وتتواصل هذه المنافسات في عاصمة الميادين ميدان الوثبها. فهنا الانطلاقة أيها الحفل الكريم للشوط 13 المخصص للجعدان المحليات لفئة اللقاية، والمسافة 5 كيلومتر. هي هذه المسافة التي تخضع فيها هذه السلالات على التنافس وعلى التحدي وعلى المثابرة لانتزاع ناموس. في شوط السيارة اللي الكل بانتظاره، فها هنا تنطلق هذه الكوكبة المميزة النادرة من الجعدان الأصايل التي تنحدر من خيرة السلالات العربية الأصيلة لتثبت الوجود في هذا الميدان وبهذا الشوط. مباشرة حفلنا الكريم هناك نتألق مع التألق، وناتي إلى رأس حربة هذا الشوط نفتتح به الإذاعة. يحمل رقم 21 مياس وحمد بن مصبح بن عبود الغفلية، يا بن عبود الغفلية في مقدمة الشوط الذي يستلم زمام الأمور، بينما هناك الصراع الثنائي على المركز الثاني. يتواجد الذيب نايف بن أحمد برحمة الشامسي، نقلتنا على المركز الثالث لناتي هناك في المركز الثالث. متابعينا الأعزاء، الصالي حمد بن محمد بن علي آل نابت المري، يا سلام المركز السادس. تدخلات خطيرة ومثيرة من شاهين مساعد بن سويد بن قران المنصورية. التدخل وارد مشاهدين الأعزاء هناك من قبل هملول أحمد بن هلال بن أحمد بن إبراهيم الذي دخل وغير على المركز السادس. المركز السابع أيها الحفل الكريم، نتواصل ونتابع شاهين مبارك بن مسلم بن مساعد المنصوري، يا السلام على المركز الثامن. وصل معنا راعي ضرغام أحمد بن قنون بن سعيد الفلاسي، وصل إلى المركز التاسع. المركز العاشر هناك التدخل المميز والخطير من قبل شاهين سالم بن علي بن مكتوم لينيبي. هذا النداء أيها الحفل الكريم على العشر المراكز الأولى المتقدمة بالوفاء والتمام، ودائما نعشق الصدارة، نعشق الإبداع، نعشق التألق ورأس حربة الشوط بهذا الإبداع وهذا التألق وهذا الحضور. مياس حيث الحضور والتواجد المثري لهذا الشوط، والسيارة تنتظر. يا حمود يا بن مصبح يا الغفلية، الله الله الله. المركز الثاني متابعينا الأعزاء، لا زال الوصيف، لا زال الذيب نايف بن أحمد برحمة الشامسي لا زال يباشر الضغوطات، وهناك يباشر العطاء الذيب ليقدم كل ما هو مميز حيث يتواجد في المكان المناسب. إلى المركز الثالث مباشرة مع مسعف اسعفوني الحبسي قبل لا ولي وقبل أجلي تحين ساعاته. أب 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 مسعف سالم بن خليفة بن حاسوم الدرمكية ليتواجد على المركز الثالث وينضم إلى المثلث الذهبي. أما المركز الرابع فنتابع فيها شاهين سالم بن علي بن مكتوم لينيبي. المركز الخامس هناك يتواجد معانا ازعاج منصور بن محمد بن عبد الله المهيري، ازعجهم يا راعي ازعاج. المركز السادس هناك يتواجد معانا متعب الحميدي بن راشد، يا سلام المري متعب بدا يتعبهم بالضغوطات، الله. المركز السادس، المركز السادس كفو ثاني بن علي بن سيب الضبع الدرمكي، هذا متعب
متابعينا الأعزاء، التدخلات الخطيرة والمسيرة لا زالت مستمرة. هناك المقدمة، يا سلام يا سلام يا راعي مياس، يا سلام يا حمد بن مصبح الغفلي، يقلع في الشوط الآن حفلنا الكريم. متابعينا الأعزاء، الدخول الرسمي في الكيلو الخطير، كيلو الامتحان، كيلو الإثارة، كيلو التحدي، كيلو إثبات الوجود، كيلو الانفراد. ونرى الانفراد التام من قبل مياس حمد بن مصبح بن عبود الغفلي. المركز الثاني الذيب نايب بن أحمد بن رحمة الشامسي، أما المركز الثالث فيتواجد شاهين سالم بن علي بن مكتوم لينيبي. الله على التدخلات. المركز الرابع أيضا يتواجد معانا متعب الحميدي بن راشد المري. الله، خلونا مع الأول، خلونا مع العطاء، خلونا مع الرقص، خلونا مع الاستعراض، خلونا مع الإبداع. الله عليك يا راعي مياس. مياس ينطلق راس، هل بينهي راس عينه على السيارة؟ ومب غريبة على هذا الشعار أن تواجد بمثل هذا العطاء ومثل هذا الإبداع حمد بن مصبح بن عبود الغفلي. الله عليك يا الغفلي. خذ لفة على المركز الثاني، هناك يتواجد شاهين سالم بن علي مكتوم لنبي، ولكن الفور كبير. روح 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 روح، خلاص اقلع في الشوط، اقلع في الشوط. والله الله، الزعفران والسيارة ينتظرن هذا الشعار، والذي يستحق بجدارة هذا العرض وهذا الناموس. انطلق راس وانهى راس بكل إبداع وبكل أريحية، والعصا قوسم في الأبطان. سلام يا فليلة معلة، سلام 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 يا اللبسة، سلام سلام يا هذا الشعار. العصا قوسم في الأبطان بدون أي توامر، انفراد كلي، انفراد تام بما تعنيه الكلمة. نعم مياس، مياس وحمد بن مصبح بن عبود الغفلي، الله عليك، الله عليك على هذا الإبداع. وكما قلت، ما هو غريبة على هذا الشعار، ما هو غريبة عليه الإبداع والانفراد والتألق. نعم انطلق راس وانهى راس وانتزع السيارة بجدارة مستحقة وإبداع جدا مميز. أشكرك يا راعي مياس حمد بن مصبح بن عبود الغفلي. أما المركز الثاني فكان من نصيبه اللي هو شاهين سالم بن علي بن مكتوم لنابي. المركز الثالث، المركز الثالث متعب الحميدي بن راشد بن سالم المري. المركز الرابع كان من نصيب اللي هو مرحب أحمد بن مطر بن صقر المنصوري. المركز الخامس، شاهين عماد بن غريب بن سعد لينيبية اللي هو شاهين. التوقيت الزمني، نعود إلى التوقيت الزمني المرافقة لصاحب الإبداع والتألق. نعم 7:30 وأربعة أجزاء من الثانية، التوقيت المرافقة لمياس حمد بن مصبح بن عبود الغفلية. توقيت جدا طيب. نعم انطلق راس وانهى راس بإبداع. أما المركز الثاني فالتوقيت الزمني 7:32 وتسعة أجزاء من الثانية اللي هو شاهين السالب بن علي بن مكتوم لنيبية. أما التوقيت للمركز الثالث، المركز الثالث اللي هو متعب الحميدي بن راشد المري، توقيت زمني 7:33 وأربعة أجزاء من الثانية.